مساء الخير. شلون الصحة؟ دكتور سداد العميدي. أتشرف دكتور. يا أهلا. مرحبا. هاي مساء الخير. شلون الصحة؟ شكرا. تسلمين. شكرا جزيلا. راح أعتز بيها جدا. من دخلت الدورة اللي هي أفكاري بدأت تتغير، مو بس من ناحية شنو أريد اختصاص، بس كأفكاري ويا نفسي، طريقة كلامي ويا نفسي، الأشياء اللي أسويها بيومي كلها بدأت تتغير، وبدأت أشوف إنه حياتي اللي أنا عايشتها كانت غلط، بس يعني صار عندي فرصة إنه أصححها قبل ما يفوت، رغم إنه أنا كنت دائما أقول هسه خلص الوقت، أنا خامس راح أروح سادس، بعد ما عندي وقت أصلح، بس أفكار بدأت تتغير. مع البلاغة شلون نوصلهم هالشخصيات وهالكاريزما والهذي؟ عافية بنتي. يعني واحد من الأشياء اللي ما راح أندم عليها طوال حياتي يمكن، واحد من الأشياء اللي ما راح أندم عليها طوال حياتي أحسن شيء سويته. إنه دخلتي الدورة؟ إيه. الله نعمة كثيرة تبين من رزق تبين من صحة، بس في رأيي الشخصي أعظم عطية من الله إذ ينطي أهل صالحين، لأن قد ما شفت تشوهات نفسية يجون أب سيء أم سيئة، أب مهمل أم مهملة، شباب وبنات تعقدوا من سر أهاليهم، فمن ينطي الله هيجي أب وأم حريصين، تعرفين هاي شنو؟ هاي كنز، هاي عطية، يعني هاي أعظم شيء سماوي. فاني اعطيتهم صلاحية كاملة. شو يقول لكم دكتور زين؟ أنا عدتهم فيه، أنا حاضر. الله، كلام كبير أمانة. يعني لي كنت كلش أواجه مشكلة بالحفظ. أوكي. كلش قوية يعني. بالحفظ؟ زين. أبداً ما أحبه. وخصوصاً الاجتماعياتي. أوكي. أكره فأذكره هواي يعني. فلا هسه شوية قمت أحفظ زين. يعني. قمت يعني اي عباره اشوفها احفظها اكثر. نعم. واسرع. اي عافيه. ف يعني بس بالفهم انت شاطره صح؟ لا شاطره. انت فهمتي سب الدوره هو الحفظ. أي. بايه فوق يعني هو الاصعب شيء الذكاء يحدد بالفهم. الحفظ هو مجرد جهد اضافي فقط. الدكتور سيف من سمعنا بمحاضراته قلت لهم اسمعوا محاضراته اتيقنوا منها احفظوها نفذوها، إن ارتاحيتوا على هذا الآراء أنا ما عندي مانع أن تستمرون وياه، هذا تهيئة لمراحل قادمة من حياتكم من جهودكم، أنتم متفوقات نفسكم، فإذا دكتور سيف يهيئكم إلى ما هو أفضل من التفوق فأني ما عندي مانع أن تستمرون على أن تتابعون دكتور سيف بمحاضراته. ومن بعد ما تابعوا المحاضرات وشفت التغيير والتحسن؟ شفت التغيير حتى بالحالة النفسية، تغيير بالسيكولوجية، ثم يعني حتى السيكولوجية الاعتيادية اللي تغيرت بالنسبة لهم، صارت عندهم ثقة أكبر. حلو. يعني منطيهم ثقة، هم زرعوا ثقة أكبر عن طريق دكتور سيف. شكرا بابا. الله يحفظكم. دكتورنا الكريم العزيز تشرفنا. دكتورة تشرفنا جدا. شكرا. الله يحفظك على تربيتك وخرصك. أنا معك وراح أتابعهم إلى أن نشوفهم ميات، لأن يستحقون، يعني ذولا لازم قدوة المجتمع. دكتورنا خذ راحتك بعد، أرجوك خذ راحتك. مع السلامة. تغير حتى بالحالة النفسية، يعني حتى السيكولوجية الاعتيادية اللي تغيرت بالنسبة صارت عندهم ثقة أكبر.